مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده مع برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه، معنا اليوم مدام فرياد المميزه صاحبه جوزيل باي فرياد صباح. هلا مدام. اهلا وسهلا فيك. بدايه شكرا لتواجدك الجميل معنا. شكرا لكم انتم لمجيئكم لصالوني. تسلم يا رب. بدايه مدام، ممكن تحكي لنا شوي عنك وعن بداياتك مع البزنس؟ كيف كانت الاستثمارات البدايه معك؟ الاستثمار صراحة شيء حلو وشيء جميل بدولة الإمارات، لأنه دولة الإمارات بتحفز هاي الشغلة عن الإنسان بصفة عامة، مش بالضرورة يكون هو مواطن، لا حتى المقيمين يعني بيفتحوا لهم أبواب بيساعدوا الناس عشان يستثمروا، فهذا الشيء كتير جميل بيخلي الناس يدخل لمجال الاستثمار. طيب ممكن تحكي لنا المزيد عنك، كيف متى بلشتي؟ شو فكرة تأسيس الصالون؟ بصراحة أنا في الأول شغلي بعيد عن كل البعد على مجال الصالون، صراحة كنت أشتغل بالسوشيال ميديا والأشياء تبع التصوير، وبالأخص إنه تعرف أنا أخذ لقب ملك الجمال العرب باي ذا واي، فالموضوع هذا خلاني أفكر إيش أقرب شيء لإلي كبزنس انه اعمله وانجح فيه. تعرف انه احنا يعني الستات بصفة عامة بيحبوا الجمال، يهتموا ببشرتهم، يهتموا بشعرهم، فهذا الشيء حفزني اني افتح صالون واعتني بجمال المرأة، مش بس جمال المرأة حتى جمال الرجل، لاني عندي فرع للرجال وفرع للنساء. جميل جدا. طيب مدام، ممكن تحكي لنا شوي عن الخدمات اللي بتميز فيها كل فرع من قسم رجالي او نسائي؟ تمام. احنا صالوننا بيتميز بخدمات مميزه لانه دائما اطمح للتجديد، يعني كل ما تطلع شيء جديد نجيبه للصالون، وبعد السيرفيسز مش بيهمنا انه يكون الصالون مليان بكثر ما بيهمنا يكون الصالون ناجح، لانه هذا الشيء هو الصالون سمعه في الاخير، وكيف ما تجي وحده وتقول واو انا طلعت من صالون فريال حلوه وجميله وراحتي راحتي النفسيه اهم شيء عندنا بالصالون. يعني ساعات الانسان يجينا مش من خاطره انه يقص شعر ولا يعمل سيرفيسز، بس هو صالون بصفه عامه راحه نفسيه للزبونه، فهذا الشيء بيحفزنا اكثر انه نخلي كل الناس اللي يجوا يطلعوا مبسوطين. وهذا الشيء بيزك بعد ندخل للخدمات، انه في عندنا كل الخدمات، تريتمنت للشعر، الهير ستايل، كالر، اي انواع الشعر، اي شيء عنده علاقه بترتيبات الشعر موجود عندنا بالصالون. بعد عندنا غرفه تخصص للميك اب وللحواجب للتاتو، يعني في كل قسم تخصص لشيء معين بالصالون. جميل جدا، رائع. طيب حاليا احنا عندنا فضول، شو رؤيتك المستقبليه وشو مخططه للمستقبل للصالون؟ بصراحه انا لما فتحت هذا الصالون كان عندي يعني دخله على بزنس جديد، انه ما بعرف هل انا بكمل فيه، بس الحمد لله احنا الحين بنفتح فرع ثاني بعد شهر ان شاء الله يكون جاهز، وهذا الشيء اذا يعني حفز انه دوله الامارات دائما بتساعد وبتعطي لمقيمينها يكون عندهم الباشن والاهداف اللي مش بس يضلوا في مكانهم، يروحوا للامام. جميل جدا. بدنا منك نصيحه لاي حد عنده اهتمام يقدم بزنس او استثمار داخل دوله الامارات، باعتبار عندك خبره طويله في المجال. بصراحه اي احد حاب يفتح بزنس الخاص تبعه يتوكل على الله، بس اهم شيء يدرس الخطوات، لانه قبل كل شيء لازم يكون في بيزك جميل، إذا ما أنت دارت الخطوات كلها ما بتقدر تمشي بالبزنس. أخيراً بدنا نعرف شو السر إنك تفتحي دولة الإمارات لتكون محطتك الأولى لإنشاء البزنس الجميل. مين ما يحب الإمارات صراحة، الأمن والأمان اللي موجود بهالبلد ما في ولا بلد، يعني أنا بتشرف إني ساكنة في بلد جميل، دبي كوكب آخر، يعني الأمن والأمان والله يحفظ الشيوخ وحكام هذا البلد، صراحة مو مقصرين ولا شيء. بالأخير بدنا نخبر المشاهدين من الرجال سيدات كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع الصالون. أي أحد حاب يتواصل مع صالون جوزيل، في عندنا حساب على الإنستغرام وفي حساب على تويتر،
في عندنا حساب على موقع على جوجل، تكتبوا بس جوجل بيوتي صالون واهلا وسهلا فيكم، صورونا. ايوه شكرا كثير مدام، نورتينا اليوم. أهلا وسهلا. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC الخليجيه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.